اليوم الأول من اجتياز شهادة البكالوريا، توجه التلاميذ نحو مدارسهم الثانوية وسط إجراءات أمنية مشددة. أكثر من نصف مليون ممتحن يواجهون هذه السنة ظروفا مغايرة، أولها بروتوكول صحي غير مسبوق بسبب وباء كورونا، وثانيها صدور مرسوم تعديل قانون العقوبات الذي قد يعرض أي واحد من هؤلاء في حالة الغش أو تسريب الأسئلة إلى متابعة قضائية عوض الإدارية التي كانت سابقا. خلاصة هذه المواد أنها تحمي نزاهة الامتحانات والمسابقات، والعقوبات المقررة تبدأ من سنة إلى 15 سنة، من سنة إلى 15 سنة حبس، وغرامة تصل إلى 150 مليون سنتيم، أي 1.5 مليون دينار. فضائح تسريبات مواضيع الاختبارات عاشتها البلاد السنوات السابقة وصلت حد إعادة بعض مواد الامتحانات. عقوبات إدارية وقتها كان من بينها حرمان الممتحن من اجتياز أي اختبار لخمس سنوات، غير أن نقابات التربية ترى أن إقحام القضاء الآن تم دون التشاور معها ولم يحظى بتوعية منصفة للتلاميذ. للأسف لم يكن هناك يعني جلسات حول هذا الموضوع، ولم تشهد العملية توعية جوارية فعلية، لكن صدور هذا المرسوم في ظرف استثنائي لم ينتبه له الجميع. خطوة قضائية قد تشوه صحيفة السوابق العدلية لمن يحاول الغش من الطلاب، فكيف يرى هؤلاء هذا القرار؟ شوف فيها شوية زيادة تاع بالك يغلط، بالك تديه انت عام ولا توسخ له الدوسي تاعه ولا جل عفسه. ما بالنسبة لي ما نشوفهاش انه لازم نوصلوها للقضاء، يقصى كما بكري، يقصى 10 سنين ولا 5 سنين وخلاص. هي إذن أهم شهادة في حياة تلميذ قد ينتقل من الثانوية نحو عالم الجامعة، لكنه هذه المرة يجتازها وسيف القضاء مسلط عليه في حال فكر في استعمال أساليب الغش. بسبب تنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية، قررت الدولة اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، منها فصل شبكة الانترنت خلال فترة الامتحانات التي ستدوم لخمسة أيام. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.